سياج بعمر 52 عاما يفصل السوريين داخل الجولان المحتل وخارجه. أرض من حرمون وحتى طبرية حرم منها السكان الأصليون وهجروا نازحين إلى أماكن متفرقة في البلاد، ومن بقي منهم هناك احتفظ بالأرض والتزم بالدفاع عن هويته السورية حتى اليوم. عام 1967 أجبر قرابة 130 ألفا من سكان هضبة الجولان على الرحيل، تاركين وراءهم تاريخا وأرضا يحاول الاحتلال جاهدا حتى اليوم محو هذا التاريخ وتغيير معالم الأرض ليصدر رواياته الصهيونية عنها وعن سكانها الذين هدم قراهم وقلصها إلى 7 قرى بعدما كانت 139. نحن مجموعة من الفلاحين بقينا بأرضنا بعد احتلال 67، ظلينا متمسكين بنمط العمل الفلاحي الزراعي، ومن الجهة الثانية أيضا بدأ يتشكل وعي سياسي مناهض للاحتلال منذ اليوم الأول. مسألة الضم إجت تتويج لسنوات الاحتلال كلها، وحيث التوقيت السياسي هي تثبيت للحل الكولونيالي الإسرائيلي بإبقائها في الجولان، من حيث التوقيت الزمني كانت حرب الملفينس وبريطانيا، ومن حيث التوقيت المحلي كانت سوريا تعيش أحداث ساخنة، كان الأسد مشغول بقمع الحركات في حما وفي المنطقة الوسطى. فإسرائيل استغلت فرصة لاتخاذ هذا القرار لتثبيت حالة الاحتلال كواقع ملازم للجولان. 26 ألف سوري يعيشون في الجولان اليوم، يحملون بطاقة تعريف منح لهم الاحتلال ليترك جنسيتهم غير معروفة، وذلك بغية ترسيخ ادعاءات حول خلو المنطقة من سكان أصليين واعتبار دروز جولان وافدين، وليس لهم أكثر من حق البقاء في مجمعات محاصرة جغرافيا أو شبه مغلقة، وغالبا ما تحدها مناطق عسكرية أو حدودية وفي الغالب حقول ألغام. يحاول الاحتلال التضييق على أهل الجولان حتى اليوم وتمرير أفكاره عبر المناهج الدراسية والإعلام والتوجيه السياسي للمراهقين والأطفال السوريين في المنطقة، والذين لا يملكون سلاحا سوى الرفض وعدم الانصياع للاقتلاع المعنوي الممنهج. مدام نظام الأسد القاتل موجود على رأس السلطة النظام في سوريا، الجولان سيبقى محتلا. في حال سوريا تحولت إلى دولة ديمقراطية تحمي حقوق شعوبها، الجولان سيعود. وسط ظروف السوريين ومآسيهم المتكدسة من شمال البلاد حتى جنوبها سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، كيف يعيش أبناء الجولان المحتل اليوم؟